عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. واجهتني مشكلة دلوقتي وقلت أقول لكم عليها برضو، إن وأنا بعمل أوفر للأسف السكينة مش بتقص، السكينة مش بتقص، لأن كنت عاملة عليها حاجة جنس كانت تقيلة، فأكيد في حاجة حصلت في سكيني، يا إما السكينة اللي تحت نزلت، يا إما السكينة اللي فوق المسمار ده اتفتح واترفعت لفوق، يعني كده السكينتين مش راكبين على بعض، لأن هنا بتبرم القماش، بتبرم القماش مش بتقص، وفي نفس الوقت بت ايه بتخيط عادي، بس بتعمل عادي، بس المشكلة إنها بتبرم، يعني القماش مش مظبوط كده، مكلكع، تحس إن هي مكلكع. فإن شاء الله الحل هيكون في ايه، هنشوف السكين ونعرف أنهي سكينة هي اللي ايه اللي مش مظبوطة معانا. احنا دلوقتي هنعمل ايه، هنفتح الجزء دوت، هنشيل الجزء ده عشان نعرف اني سكينة مش مظبوطة، تمام؟ او كده اوضة قدامكم هنشيلها وهي ملدومة عادي، مفيش اي مشكلة خالص كده اهو، وهنفتح الباب كده وهنشوف اني ايه، اني جزء الايه اللي سكينة مش كويسة او نازلة، او يعني بصوا السكينة اللي تحت، السكين اللي تحت تحت مستوى ال دي قطعة، دي الجزء ده لاحظته اهي تحت المستوى بتاعها دي، بقى احنا لو طلعناها ان شاء الله هتبقى ايه، هتبقى المشكلة حياتي، هنرفعها ونوري لحضراتكم ان شاء الله. هنرفعها منين برضه عشان تبقوا عارفين الجزء بتاعها، احنا بنرفع بنفتح المسمار ده، هو المسمار كان مفتوح اصلا، نفتح المسمار وهنرفع الايه السكينة، هنرفع السكينة على نفس مستوى، او انا ما يكبر على نفس مستوى الايه الجزء ده لان ننزلها قوي ولا نطلعها، نحاول كده اهو كده مظبوط مظبوط. هقفل معاكم كده المسمار، بس هقفله بقى ايه بفك كويس جدا عشان مفتحش معايا تاني، لحظة هقفله وهرجع اصور لكم. وانا كده بقى ايه هقفله بالمفك كويس عشان مفتحش معايا تاني، وعشان السكينة ما تنزلش تاني اهو كده، خلاص كده اتقفلت كويس. هقفل بقى هنا، انا كده هجرب ايه وانا معاكم برضه كده نشوف ايه النظام ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. المشكلة في الموتور اهو، كده بيتقص معانا اهي كويس، بس اجيب القماشة اللي اتقصت اهيت كده، اهي بتقص معانا كويس جدا. يبقى كده كانت تلاقي في السكينة، السكينة يا اما مرفوعة لفوق السكينة دي، يا اما مرفوعة لفوق، يا اما السكينة اللي تحت هي اللي نزلت، لان السكينة لسه جديدة، وحتى لو قديمة برضو جربوا شوفوا جربوها الاول انهم تحطوهم على بعض كويس، بحيث ان هما يقفلوا على بعض، يبقى لو ما قصتش يبقى السكينة كده عايزة تتسن وتبقى ماشية كويس، او تجيبوا بقى سكينة جديدة. وكده هنرجع بقى الجزء دوت كده اهوت، وهنربطه كويس اهو كده برضو بالمفك، نأكد عليه عشان ميفتحش معانا اهو. وهنرجع برضو نجرب تاني كده اهوت معاكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والناس في ناس قالوا لي ان الغرزة اللي ورا مش بتخيط برضو زي كويس، فيا جماعة والله هي انا عملتها قدامكم، وغرزة زي ما عملتها معاكم برضو هي شغالة معي، فيا اما عندكم انتوا لضمة غلط، لضمينها غلط، يا اما ما عرفتوش يظبطوا المعايير ديت كويس. فلو عايزين لضمة جديدة ان انا اظبطها معاكم،